مرحبا. إذا هلأ زرنا بعض البيوت يلي فيها أولاد أو مراهقين، منسمع بعض الجمل اللي عم تتكرر مثل سكر البلاي ستيشن ومخلص درسك، شو عملت اليوم غير قعدتي على تليفونك؟ لأنه الأهل بدهم أولادهم يستخدموا وقتهم بشي بيفيدهم أكتر. شو ممكن نعمل حتى نخفف من أضرار الاستخدام الزايد وسوء استخدام الأجهزة الإلكترونية؟ نتفق مع أولادنا على وقت محدد يقدروا يستخدموا فيه الأجهزة الإلكترونية ونتابع معهم، وأنه دايماً يكون هذا الاستخدام بعد ما يخلصوا دروسهم. يكون عنا قاعدة بالبيت أنه التليفونات ما بتفوت على غرف النوم بالليل حتى الأولاد يقدروا ياخذوا الوقت اللازم للنوم والراحة. لما نكون على طاولة الأكل ما حدا فينا يستخدم تليفونه، ويكون دايماً التلفزيون مطفي حتى يكون هذا الوقت لإلنا تنتحدث كعائلة. فكروا فيها.